قطعة تيرول النمساوية مقدمة في فيلم دعائي لشركة تصميم رولف سبيكتيكلز الحائزة على جوائز عالمية. تتميز المنطقة بجبالها وأشجارها الشاهقة في الوديان السحيقة، كما أنها موطن نوع متميز جدا من النظارات، نظارات من الخشب. الخشب مادة صالحة لكل زمان، بل وينبغي أن يظل كذلك لأنه مادة فريدة لا تضاهى، وبالإمكان دائما إيجاد أشكال جديدة منه. نظارات خشبية خالصة دون أي معادن، وهذا يشكل تحديا مستمرا بالنسبة لرولاند فولف وفريق عمله في الورشة. وأكبر مشكلة تواجههم هي الإطار، حيث كان يتعين تقطيعه لتركيب العدسات، والحل يكمن في خيط معين يتم إدخاله بين الإطار والعدسات ثم يشد، وبذلك يحشر الزجاج في النظارة. المشكلة الأخرى هي الأذرع الخشبية، فتطويرها استغرق عدة أشهر، لكن المصمم وفريقه لم يريدوا الاستغناء عنها. لقد طورناها حتى تكون نظارة خشبية خالصة، والأمر المميز أن الأذرع خشبية لكنها تؤدي وظائف الأذرع عالية الجودة أيضا، فهي لا تنغلق أو تنفتح من تلقاء نفسها وتتوقف قبل أن ينكسر الزجاج، وهذه خصائص استطعنا تطويرها لهذه الأذرع الخشبية. يتم تشكيل هيكل النظارة بوسائل آلية، والجزء المتبقي من العمل ينجزه نحو 30 فنياً، حيث يلصقون الأذرع الخشبية ويصقل سطحها الخارجي. كل ذلك عمل يدوي، وتصنيع النظارة يستغرق نحو 6 ساعات. تكمن أكبر الصعوبات في الدقة التي يتم تصنيع النظارة بها، والتناظر بين العدستين. فوضع العدستين يجب أن يكون صحيحاً والملمس جيداً، ذلك حتى لا يكون استخدام النظارة مزعجاً. أسس رولاند شركة مع شريكة حياته ماريا، ولأشهر أجريا تجارب لإنتاج النظارات من فرامل الدراجات النارية أو الأشكال الإسطوانية، وبعد عام من العمل الشاق تكللت جهودهما فجأة بالنجاح. 2009 كان عام التأسيس، كانت البنوك مفلسة ولا تمنح أي قروض، وبما تبقى معنا من مال حاولنا المشاركة في المعرض الباريسي. لقد سافرنا بكارافان وأخذنا معنا طعامنا، لم يكن لدينا مال لنشتري الطعام من هناك. تلك كانت نهاية أسبوع رائعة، ولقد فزنا في أول نهاية أسبوع للبيع بأكبر جائزة يمكن أن تفوز بها بتصنيع نظارة. لقد فاز بجائزة سلمادور المرموقة مرتين حتى الآن، كما فازت نظاراتهم بالعديد من الجوائز الأخرى، من بينها جائزة الريد دوت أورد لتصميم المنتجات في عامي 2010 و2012. تضع أم ماريا التصاميم وهي تستلهم التفاصيل من الروائع الكلاسيكية، وقد يستغرق وضع التصميم 4 ساعات تحرص خلالها على أمر بعينه. عندما أضع تصميما لنظارة خشبية يتعين علي مراعاة ضرورة إظهار المادة المصنوعة منها أيضا، لأنه إن لم يلاحظ على الفور أنها خشبية أو كانت رفيعة جدا ستفقد النظارة رونقها وجاذبيتها. يقع محل النظارات في محطة وقود سابقة، ويتراوح سعر النظارة بين 600 و 2500 يورو، وهي تلقى رواجاً عالمياً، والكثير من الزبائن يأتون إلى مقاطعة تيرول خصيصاً لشرائها. إنها فريدة ولا يوجد منها سوى واحدة. لاقت استحسان أصدقائي، وشراؤها نوع من التوفير. لا أحتاج لانتقاء نظارة معينة، فكلها تناسبني. أصبحت هذه النظارات تباع في نحو 30 دولة. رونالد فولف لديه ما يكفي من الأفكار للتصاميم الجديدة. الخشب كان البداية بالنسبة لنا، ولازلنا نبحث عن مواد أخرى، لكن الأساس هو أن تكون مادة طبيعية، ومشروعنا الجديد سيكون نظارة حجرية. إننا نجد هذه المادة رائعة ونستثمر الكثير حاليا لتطوير المنتجات الجديدة. نظارات مصممة من مواد طبيعية، إنها مستدامة وأنيقة.